مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا. الحمد لله اللي حكيت مساء الخير إلي قبل الفاصل، كل ما أشوف حدا بقول لهم صباح الخير ما بعرف ليه، بس الحمد لله منمسي عليكم. أكيد أهلا وسهلا فيكم جميعا، سعيدين جدا أن أكون معكم ليلة أخرى من ليالينا مع رندا عبر شاشة التلفزيون الأردني. إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم عندنا مزيج من الضيوف، وكل ضيف اليوم رح يحكي لنا عنه، رح نتعرف عنه بشكل أكبر. ضيفنا الأول طبيب وبنفس الوقت سياسي محنك، طبيب دكتور، فرح نحكي أكثر مع الطبيب، وخاصة أنه إحنا مقبلين هذا العام على استحقاق دستوري وهو الانتخابات النيابية. ضيفنا لليوم أكيد عرفتوه من تعريفي عنه، ضيفنا اليوم معالي الدكتور العين خالد الكلالدي، رح نحكي معه أكثر بكل التفاصيل وأمور عديدة، فخليكم معنا أكيد. يسعد المساء دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، امورك كيف؟ نورتنا، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا. يعني احنا بهالموجة الشوب وجايبينك بهالشوب، بس معلش تحملنا هالحلقه. بتموني. كيف امورك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا في الاستوديو المتواضع وبيتنا المتواضع، شرفنا بليالينا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. تفضل. عادة زي ما بتعرفوا الواحد قبل ما يكون في ضيف بنبلش عنه أبحاث وريسيرش وقراءة وندرس الشخصية ونتعرف عليها أكثر. صراحة هالمرة أنا تعذبت نوعا ما، وسعيدة أيضا يكون معنا معالي الدكتور خالد الكلالدي. أهلا وسهلا فيك معالي. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك، تحياتي لك ولمشاهديك. كل الشكر. اليوم هيك حابين نتعرف على معالي الدكتور خالد الكلالدي بشكل أفضل ونحكي جمالاً، ما رأيك بهذا العام بالانتخابات النيابية اللي رح تشهد نوع مختلف، خلينا نحكي، ودخول للأحزاب من جديد نحو التغيير السياسي؟ الحقيقة إشي برفع الرأس إنه الاستحقاق الدستوري يأتي في موعده، لأنه هناك كان البعض يعتقد إنه الدولة الأردنية لا تستطيع أن تقوم ب إجراء الانتخابات في مواقيتها الدستورية، ويثبت الأردن أن هناك استقرار دستوري منذ عدة دورات. أولاً مجلس النواب أصبح يكمل مدة الدستورية، والانتخابات تجري في موعدها الدستوري. البعض يلتبس الأمر عليه، هاي أنا حاب أوضح شغلتين في قضية الانتخابات، واحدة ثقيلة وواحدة خفيفة. تمام. الدستور ماذا يقول في مادة 68؟ يقول تجري الانتخابات في الأربعة شهور الأخيرة من عمر المجلس. إذا لدينا موعد ثابت، لكن ليس كبقية الدول اللي بتحدد مثلا في تاريخ كذا كل أربعة سنوات. إحنا لدينا فسحة أربعة شهور. هذا واحد، هذه ثقيلة. خفيفة، أنا أمقت كلمة عرس ديمقراطي. ليه؟ لأنه الواحد قد يودي واحد يتجوز، صار هذا البرلمان 20 اللي جاي. يعني برلمان 19 خلص، داخلين على 20، 20 واحد بده يتجوز. على قولة أبوي الله يرحمه، هو مجنون اللي بعيدها. خلينا نقول استحقاق دستوري، بتكون صحيح. كلمة ألطف وأجمل. حكينا الحمد لله أني حكيت استحقاق دستوري من بداية الحلقة. على العموم معليك رح ناخذ مجموعة من الصور ونحكي فيها أكثر بهاي الفقرة اللي هي صورة ورد غطاها. تفضلي. الصورة الأولى لجامعتك ياش، جامعة ياش. إيش تتذكر بأيام الجامعة؟ وحضرتك درست الطب صح؟ نعم، هي حقيقة أولا كنت شاب، معناته من أجمل الأيام. اثنين، قضيت فيها ست سنوات جميلات، هي طبيعي بصعوباتها يعني كأي طالب آخر. ليش صعوباتها؟ الامتحانات. الامتحانات يعني طول عدة الامتحانات بتيجي بالصيف. بلاد جميلة، في شط، في بحر، في شمة هواء، وفي امتحان. فبدك يعني تلحق على الحياة الخاصة للطلعة. حقيقة
الطب يتطلب القراءة، يتطلب الدراسة، يتطلب الحضور، يعني لا تستطيع أن تغيب حتى. أمضيت 6 سنوات جميلات، هذه المبنى الرئيسي. طبيعي في الطب عادة يكون مربوط في أكثر من مستشفى وأكثر من بناية، لكن عمرها أكبر من 100 عام لما كنت فيها. لما أنت كنت فيها كانت أكبر من 100 عام. دكتور، أنت كنت بدك تدرس طب، أنت رغبة فيك ولا كان؟ لا، أنا كنت بدي هندسة عمارة. وليش درست طب؟ لأنه كانت أغلى هندسة العمارة، ما كانش معي القسط. عن جد؟ وبتندم أنك درست طب؟ لا. ما كان عمرك مفكر مثلا تدخل بالسياسة أو تدرس سياسة؟ على الإطلاق. على الإطلاق؟ لكني كنت أنا ناشط سياسي وأنا في المدرسة. طيب. بس هذا القلب والباشن، خلينا نحكي، والشغف وال صحيح صحيح. اولا كنت بالسياسه بالجانب اللي تحت الارض السري. فتدرس هذا اذا بدك تصير سفير، اذا بدك تصير. انت كنت السايد الجهه الثانيه. كنت السايد المخبى. المخبى. طيب رح نشوف الصوره الثانيه. مستشفى لوزميلا. نعم. مستشفى لوزميلا لما تشوفه، بما انك خدمت فيه لسنوات طويله دكتور، ايش 24 سنه، ايش هيك من اقرب واصعب التجارب اللي مرت فيها او مريت فيها بهذا المستشفى؟ انا برايي هذا من اجمل الاماكن اللي بتحواها مدينه عمان. صح. وفي اجمل مناطق عمان قديم. هذا المستشفى عندما انشئ اساسا كان عباره بجنبها في دير بالمناسبه. صح. ومحكمه. كان الدير فتح خيم للاجئين 48 على أساس أنه أسبوعين السلافة بدهم يروحوا. طولت، فبعدين كبرت الكنيسة أو الدير الخدمات المقدمة للاجئين، وكانوا متعاقدين مع الأونروا اللي الآن الإسرائيليين بيحاولوا يشطبوها من الوجود من 48، وكان بإدارته طبيب أرمني وكان في طبيب إيطالي، وبقي هكذا إلى أنها طالت كثير القصة. في نهاية السبعينات طبيبين رائدين أردنيين أخصائيين جراحة معلمين اثنين أكن لهم كل احترام، أحدهم توفاه الله دكتور صليب أبو قاعين، الثاني على قيد الحياة الله يعطيه الصحة دكتور عدنان مسنات. حقيقة أخذوا المستشفى وحولوا لها، يعني أنا بظلم المستشفى إذا قلت قطاع خاص، لأنه كان ملجأ الفقراء ولازال مستشفى بيقدم خدمات. صحيح هي قطاع خاص في فاتورة، لكن في نظرة إنسانية وبعد اجتماعي بعيد. و24 سنة بنفس المستشفى دكتور، أكيد شوفي أنا ما حداش كان راضي يأخذنا أساساً، كنا ممنوع. أحلى يجي في الدكتور صراحة. يعني إحنا كنا مجموعة من المغضوب عليهم، يعني ممنوع تمر من جنب دائرة حكومية مش. وهذا جمال الأردن بالمناسبة، يعني لما أقولها أنا لا أحكيها من باب الانتقام على الإطلاق، لكن من باب الاستفادة من التجربة. شوفي قديش الأردن واسع وكبير، يعني حقيقة كنا مجموعة من الطبيبات بالمناسبة. أنا البعض بيتهمني أني مش مع المرأة، أنا كل اللي دربوني طبيبات. جايين على هذا الموضوع. طيب بديش أحرق لك إياه. لا ما تحرق لي الملف لأنه رح ندخل فيه أكيد. كنا في حقيقة مجموعة من الأطباء الذين لم يتسنى لنا العمل في القطاع العام، اشتغلنا في القطاع الخاص. وكان أحد الصفات في هذا المستشفى أنه يتمسك في موظفه، مش إدارة حصيفة، مش أنه بس تكبر تعبي وراتبك بيزيد وخلص. أنه دور واحد أرخص، لا، حقيقة كنا عائلة ولازلنا لحد الآن بزوره. والواضح على فكرة أنه في عندك حب لهذا المكان، لأنه لما الواحد يستذكر مكان يطلع يبتسم. عقله مفتوح وقلبه مفتوح. وخلال الحديث راح أقول لك بعدين قصة ثانية برضو كانت مع جلالة الملك حسين الله يرحمه. فعرضت علي الوزارة وأنه تعال سوي المشروع اللي بدك إياه. أنا كنت أؤمن في القانون قائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، وقاتلت عشانها. وكانت أحد مخرجات لجنة الحوار الوطني اللي كنت عضو فيها أنا كمان وأنا في المعارضة، فأتيحت لي الفرصة أن آتي وأن أطبقها من مركز القرار، وهذا ما فعلت. كثيرين عاتبوا علي خاصة من رفاقي وهاجموني، وكانت تجرحني. ليش؟ لأنه بهمني رأيهم.
طيب كيف رضيت انك تاخذ وزاره وتصير وزير للشؤون السياسيه والبرلمانيه بعد ما كنت معارض؟ يعني عم نحكي عن اشياء مختلفين تماما، ولكن نفس الوقت في المعارضه يعني البعض يخطئ في تفسيرها. نحن نعارض حكومات لا نعارض دوله. المعارضه هي جزء من الدوله. طبعا الدوله تحوي معارضه وتحوي اسم ولا ما بحب، احنا متفقين مع النهج الحكومي ومعارضين للنهج الحكومي. الان التحديث الهدف منها بالنهايه ان يكون هناك احزاب تشكل حكومات واحزاب معارضه. صح. يعني القانون قاعد يقول لك تصير معارضه. طبعا الحقيقه هاي المعادله يجب ان نفهم. وهون بدي بس اقول شغله، والله يعني شو السوشيال ميديا رح يسووا فيه، ترى مو بقصوا الحكي طبعا طبعا بيشيلوا نصه بيختزلوا بيختزلوا بس انا بدي احكي هاي. المبدا شيء والموقف شيء ثاني. انت اذا في حدثين، يعني على سبيل المثال بعطيك مثال ثاني، لو سالتيني قبل 30 سنه قلت لي بدنا نجيب لك سياره كهرباء برفض، لانه مش مجربه مش معروفه ومساله البيئه مش واعيين لها احنا. تمام. بقول لا بدي سياره بنزين. الان انا نفسي بنفس خلفيتي الفكريه بدي سياره كهرباء او سياره بنزين، بقول لك هذا تبدل في الموقف ليس تبدل في المبدا. المبدا واحد، خلفيتي واحده، انظر الى الامور هذه. انا اقول ان المجتمع ينقسم الى فئات، في فئات متفقه وفئات ملتعن ابوها. انا هيك بقسمه، ما بقسمه طولي. وما في اصلا، اذا احنا بدنا نحكي عن نسيج كامل بالبلد لازم يكون في من مختلف الاطياف، والاردن دائما فسيفساء من مختلف الاطياف جمعت هاي البلد، والحمد لله على اللي احنا فيه لهذا اليوم، واللي عم نشوفه من تحليل سواء سياسي اقتصادي او كل النهج اللي احنا عم نحكي فيه اللي عم بيشتغل على جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين لاردن افضل. هبة السبع، اهلا وسهلا يا هبة. كيفك؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. شكرا، اهلا فيك. احلى من روج الاردن من لبنان. كيفك؟ اهلا وسهلا فيك يا هبة. ايش الجملة اللي دائما بتحكيها انت؟ مشوا معي. مشوا معي عند رندا. لا، مشوا معي مع هبة. تفضلي، اهلا وسهلا فيك يا هبة. دكتور خالد وهبة. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. اهلين، اهلا وسهلا يا هبة. اهلا فيك هبة. شو عم تعملي بالاردن؟ شو مش عم بعمل؟ انت ما شاء الله عليكي، بس يعني اجيتي من لبنان للاردن صدفه ولا شغل ولا؟ انا اول مره جيت على الاردن كانت سياحه من شي 7-8 سنين، وقتها كثير انبسطت وحبيت، ورجعت بعدين صدفه الوضع بلبنان الاقتصادي وقرب الاردن وانه فتح البار وصار في كثير لبنانيين عم يجوا بالبار، فصرت عم روج لهيدا النوع من السياحه وكثير حبيت الاردن ويا حين هون. ما عليك، تعمل محتوى هبة، صانعة محتوى، أنا بتطلع لي صدفة. تخيل شخص لبناني جاي على الأردن وعم بعمل ترويج، راحت على الزرقاء، نزلت على وسط البلد، تاكل منسف، بتروح على رم، فالفكرة كتير حلوة. بتتابع سوشيال ميديا ما عليك؟ للأسف لا. أبداً؟ أبداً. ولا فيسبوك ولا إنستغرام؟ على الإطلاق، بس اللي يعني في شباب إذا شافوا شيء بيهمني او له علاقه بشغلي بيسووا لي اياه، بيحولوا لي لشيء ثاني. بتتابع شيء غير السياسه؟ انا مستمع جيد للاغاني وبتابع رياضه. عن جد؟ نعم. ايش، قدم ولا با؟ قدم. قدم؟ نعم. مع مين بتشجع؟ وهو مش كويس هسه، بصير يسبوا علي الثانيين. لا خلص بلاش. تدوري لي علي ما سبك. لا مش مش محليا. اما انا عالميا. عالميا. هبة بتتابع فوتبول؟ لا، ما قلي فيها انا بطلع كيف بتقعدوا ساعة ونص تطلعوا بكلسيتات واسبادري واجرين. انا يعني اكثر شيء ممتع بحس انه الواحد يتابع هي الاجواء. انا اذا في اجواء عادة انا بكون مع الربحان، يعني معروفة من الاول، بقول انا مع الربحان. هذه متسلطة. ايش ما في؟ مفيش مزح. طيب دكتور، بعد الفاصل بدنا نتناقش عن موضوع يمكن سمعناه باكثر من مره، انه معالي الدكتور خالد خلالده ضد المراه وضد النساء. اوكي، خليكم معنا بعد الفاصل. اهلا وسهلا فيكم، تحيه لكل متابعينا. يمكن قبل الفاصل كنت عم بسال الدكتور خالد الكلالده سبب السؤال او الاستفسار اللي دائما بيسالوه عنك، انه هل معالي خالد الكلالده ضد المراه؟ على الاطلاق. شوفي،
النساء اللي بحياتي. أمي، نعم، أعبدها، شقيقاتي نفس الشيء، اللي علموني المهنة كلهم زميلات إلي، عقول نيرة. طب ليش طلعت؟ وفاء وإخلاص. مو بجزء بردش على التمكين والتشبيه أنا. هاي بتزعجني برامج إنه هلا نقول في عنف ضد المرأة. ما في عنف ضد المرأة الدنيا. كيف يعني دكتور؟ هلا في برامج عم بندفع عليها. بس كيف يعني ما في عنف ضد المرأة؟ في عنف ضد الرجل كمان. في عنف نفسه. نفس العنف عم بيصير على اثنين. هاي مواطن، أنا بحترم عقل المرأة. وأعتقد إنه نحطها صف ثاني ونادى مساعدة من سئلها. تمام، ولكن إحنا إذا بدنا نحكي بعالم مثالي، هيبة شو رأيك؟ مش عالم مثالي على الإطلاق. لكن أنا مش بس بالأردن، أنا بحكي بالعالم كله. أنا بالنص، مع ومش مع. يعني في أماكن مثل ما قال الدكتور وتفضل هلأ أنه لا، عن جد الرجل هو اللي صار بده من يدافع عنه، مش جمعية حقوق مرأة، جمعية حقوق رأي. والله. وفي مطارح تانية لا، عن جد بعد في عنا نساء عم يتعنفوا، في عنا نساء مش أخدين حقهم، يمكن عم ينرفضوا بوظائف معينة بس لأنها مرأة. يعني موجود الاثنين، حتى ما يعني نكون منصفين مع الاثنين، ما نظلم حدا. يعني هو اهلا وسهلا. الله يمسيكم بالخير. بدي احكي لكم اول شيء، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ما جايينك بالحكي، وين كاين الاسبوع الماضي سد الذهب؟ لازم نرد عليها نقول لها اهلا. وسهلا. اهلا عليك، تكملت علي صوتك، اسم الله عليك، شو رواق. اهلا وسهلا. والله كنت عاملة جولة سياحية في عمان وما حولها. انتي وهبة ولا لحالك؟ خديني معك. هبة؟ دخيل عينك، أنا ليه ما عم تاخديني حضرتك معك؟ يا الله، ما أحليك وما أهضمك. بعرف إني هضومي مهضومك. أهلا وسهلا فيكم بفقرة كلام من ذهب. أعطوني إشارة. ما عليك، قالوا لي ما أكتر حكي، فبدي أدخل على السؤال مباشرة. تسمح لي أسألك أول سؤال بس أشيل الغرة؟ أوكي، ما عليك، تفضلي. كنت كتير تجتمع مع جماعة السوشيال ميديا في الهيئة المستقلة للانتخابات، صح؟ صحيح. لكن وين حضرتك عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ نفسي ألاقيك. شوفي، أنا بستمع، كنت بجماعة السوشيال ميديا عشان هاي لغة العصر، لغة الشباب. وأنا مش من هاي الفئة، لكن كان لابد من تقديمها لهم، بشكلوا في نسبة كبيرة في الأردن، عشان هيك أنشأت وحدة للسوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي في الهيئة المستقلة للانتخاب. والحمد لله أنا بعتقد أنهم سووا عمل ممتاز. الكنترول عم بقمعوني، ما بدهم ياني أعلق كتير، فرح أدخل على السؤال الثاني. طيب دكتور، تفضلي. وين الشباب عن الانتخابات؟ الخلل منهم ولا من عندكم؟ قديش معي وقت على الإجابة هلا؟ بجوز بدي شهر وأنا أقول. ثلاث ثواني ونص. ثلاث ثواني ونص؟ لا لا، خد راحتك شوي. بالمناسبة ست فضة ولا ذهب؟ ذهب ذهب، دخل العين. ذهب ذهب. ترى الأونصة صارت 2400 دولار. شفت؟ عشان هيك ما حدا عارف يحفظ اسمي. مشكلة الشباب في الاشتراك في الانتخابات أو في العام مش مشكلة أردنية. ولا مشكلة عربية، مشكلة عالمية. لأنه هذا الجيل اللي هو أشطر منا وأذكى منا وأوعى منا وأفصح منا يبحث عن شكل آخر للعمل، قد لا ينفع العمل الطريقة اللي كنا نشتغل فيها إحنا. وأنا هذا السؤال بوجهه في كل زياراتي الرسمية اللي كنت أسويها للأجساب المعنية في قصص الشباب، كنت دائما أطرح السؤال هذا وبوجهه في الندوات، في المحاضرات، في الاجتماع مع الأكاديميين. هل شكل، ما هو الشكل الأمثل؟ عشان أنا ما أقول شباب، ترى عشان رد على الست رندة أقول صبايا وشباب.
أنا لا أؤنث. لا لا عادي الشباب هي طبعا معروفة لأن الصفات الإنسانية لا تؤنث. طبعا طبعا مفهوم. بقول الشباب ما هو ما هي الطريقة يعني سوي إيفنت على الفيسبوك عند الدكتورة بيدخلوا 100,000 بس قولي له تعال صوت بيجي 50 صح. هلا هاي ليش نشاط عندهم ذكاء عندهم معرفة عندهم وأكثر منا بس شو الطريقة اللي بيشتغلوا فيها؟ حقيقة لازم نبحث كلنا مجتمعين ما هي ما هو الشكل المريح اللي ممكن يخليهم نيجي نستغل من طاقاتهم. وبقول أنا من خلالك سيد ذهب بقول للشباب الصغار هذولا تتركوناش احنا نلعب مستقبلكم احنا بندور على مكاسب تعالوا سووا مستقبلكم انتوا لا تتركونا لحالنا بنشنع. بتخيل في أزمة ثقة للشباب؟ نعم ممكن. مش على الإطلاق لا مش على الإطلاق بدليل أنه أنت على سبيل المثال في قضايا سوتها الجهات الرسمية مثلا في أزمة كورونا عندما حطوا سووا مواقع للدعم كان يسجل على 600,000 700,000 إذن هم هل يثقوا في المشروع ولا لا مش بالذي يقوم بالمشروع طبيعي من قائم على المشروع حق الناس تنتقدوا تأيدوا ما تأيدوش صحيح. لكن ما هل المشروع اللي يعني كل الشباب الأردنيين بيثقوا في دائرة السير وبروحوا وبأخذوا رخص ما بتمردوش عليها هم يمكن ليسوا خارج القانون مسؤولية شوي عشان ما نظلمهم سيد ذهب بس الملاحظة عشان ما نظلمهم هم يبحثوا عن الشكل اللي هم بيرتاحوا فيه للشغل ليش هو أنا والله لو أعرفه غير أخذ نوبل عليها كل الناس بتدور على إجابات ما عليك خلينا نريحك شوي وننتقل لهبة هبوشي هبة حبيبة قلبي دخيل عينك أنا يا أهلا وسهلا بالبعلبك وبالبنين كلها أهلا وسهلا فيك بدي قلك قديش السوشيال ميديا مهمة في وقتنا هلأ وقديش بتفيد للترويج للمناطق السياحية وخاصة حضرتك عندك تجربة كبيرة بهالمجال وخليني أشيل الغرة صح مزبوط مثل ما حكيتي نحن عايشين بعالم السوشيال ميديا يعني هلأ ما في حدا كبير وصغير إلا ما بتلاقيه كل الوقت راسه بالتليفون الآيباد الإنستا تيك توك يعني كل مواقع التواصل وهيدا الشيء اللي هلأ ماشي يعني الواحد مثل ما الدكتور كان عم بيتفضل قبل شوي حتى بالانتخابات حتى بأي شيء لازم يضل مواكب العصر وبالسوشيال ميديا وبالدعايات وبالإعلانات والترويج كمان نفس الشيء يعني أنا بعطي مثل أنه منكون سيئين على الطريق ما بقى حدا يتطلع بالبيلبوردز يعني نحن وسيئين التليفون بإيدنا فالسوشيال ميديا صار شيء كتير أساسي خلال صحيح. يومنا وبحياتنا وبكل شيء بنعمله الله يوفقك كمان وكمان إذا كنت أنا معك يلا بس بدك شكرا يا ذهب شكرا يا ذهب تطلعي بالفوز بس بدي أعقب على هذا الموضوع هبة يمكن أنا من الأشخاص اللي أنا تعرفت عليك عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الفكرة اللي أنت استغليتي فيها السوشيال ميديا لا تروجي عن بلد مش بلدك صح. وأنا هذا الإشي اللي لفت نظري يعني حتى لو بتشوف دكتور فيديوهات كاملة عن وادي رم الطريقة اللي أنت بتشوفها من وجهة نظر شخص مش أردني عم بيحكي عن البلد كتير حلوة حتى تجربة الكحول الطريقة اللي تغزلتي فيها بالطبيعة لورنس أوف أريبيا كل هدول الأشياء صراحة فكرة حلوة كتير فإيش رأيك وإيش أكثر منطقة حبيتيها بالأردن؟ يعني أنا شهدت بالأردن مجروحة أنا بحب عن جد كبلد كشعب وبتلاقي فيها كل شيء يعني بقلهم نحن متغنى بلبنان أنه ما عنا صحراء بس حلوة الصحراء يعني اللي بيروحها وادي رام بيعرف عن جد قديش حلوة الصحراء يعني بيصير بدقق بالجبال بالألوان بالرمل الجمال كل شيء يعني القصص البسيطة حتى حلوة الرواء النجوم يعني صعب علي شوي أني أختار بس وادي رم هي من أكثر المطارح اللي أنا بحبها يمكن لأنه كمان ما عنا صحراء بلبنان لا صراحة أنا عنا صحراء بالأردن وأنا وادي رم بالأماكن المفضلة بحبها كتير إيش؟ المناسبة اسمحي لي أدخل على في منطقة أنا متحيز للطفيلة لأنه طفيلة من الطفيلة للبحر الميت بتشوفي جبال ملونة جبل الخمري جبل أصفر جبل على خضار على تركواز جبال كاملة رمل بنصحك تروح رحتي عضانة صوريها رحتي عضانة
لا بعد لا لازم تروح على معناته مش شايفه نص الدنيا. خلص لازم لازم عندي تو دو ليست طويله بالاردن. هلا بنحكي لك خلال الفاصل. هلا كنا عم نتناقش بالفاصل عن المنسف والزرب وهيك سوالف طويله. خليكم معنا بعد الفاصل. وصلنا لفقرة نعم أم لا مع الدكتور معالي خالد الكلالدي. معليك إجابة بنعم أم لا، شو عبالك تعقب أكثر؟ تمام، بس هو نعم أو لا. السؤال الأول، عملي كان على حساب حياتي الخاصة، نعم أو لا؟ نعم. نعم. في السياسة لا يوجد أصدقاء، نعم أم لا؟ لا. لا كيف؟ يوجد. يوجد؟ نعم. كيف؟ يوجد، ما بالعكس، السياسة هي فن الممكن. البعض بيعتقد السياسة فذلكة وكذا، مش صحيح. السياسة صدق وضوح، وفي أصدقاء وفي تحالفات كمان. تجتمع السياسة نعم على الصدق؟ نعم نعم نعم. أوكي. السؤال اللي بعده، تم ممارسة ضغوط علي في فترة الانتخابات وأنا رئيس الهيئة، نعم أم لا؟ إذا بتقصد جهات رسمية بالتأكيد لا، العكس تمام. كنت ماخذ دعم من أعلى مرجعيات في البلد أن لا يتدخل بي أحد، وهذا ما حصل. لكن ضغوط على، مش على العملية الانتخابية، على تعيينات لجان وما لجان، هذه إحنا في الأردن موجودة. بعد، سرقت صناديق الفرز بانتخابات 2016 سببت لي حرج كبير، نعم أو لا؟ هذه تحتاج إلى تفسير. هي أولاً اللي قام فيها هو خارج عن القانون. بالتأكيد زي أي شيء خارج عن القانون، يعني بالشارع الكبير. لا لا طبيعي. لكن ما لا يعرف الناس، وأنا هون عتبي على علم كبير، أنه هذه الصناديق أرسلت إلى المحكمة والمتضررين أعادوا فرزها كاملاً، ولا زالت موجودة في الهيئة لحد الآن، وكل ما قيل لم يكن صحيحاً. النتائج هي الصحيحة، النتائج كانت صحيحة ولا زالت موجودة لغاية الآن. لكن شو اللي بصير في الناس؟ اعتراضات، بيعطيك هون مثال، بال16 وبال20 وبال17 بيعترض، خاصة الإعلاميين أنا بخاف منهم لأنه سانهم عالي بيصل لكل محل، بيعترضوا على الانتخاب، بروح على المحكمة تعاد قراءة الأوراق بحضوره، وحضور المحامي بيخسر، ما بقول يخسر، ما برجع بحكي نعم. الجهات نعم. تمام. سرقت أنجح الانتخابات هي التي جرت في عهدي وأنا على رأس الهيئة المستقلة للانتخابات، نعم أم لا؟ هي الانتخابات التي تجريها الهيئة بغض النظر من هو على رأسها، فيها كادر متمرس متدرب. طبعا أنا وضعت لمساتي، في عندي وجهة نظر في الإدارة وفي العمل، طورتها لأنه على زمني كان في شغلات جديدة عم تدخل، اللي قبلي بالتأكيد اللي بعدي ما كانش موجود عندهم، اللي بعدي راح يجيهم يجي أحدث يدخل، وهذا التطوير مطلوب على طول الانتخاب. أنا كنت أدير العملية الانتخابية، لكن الذي نجح هم كادر عدده 50,000 بالميدان موجود. الهيئة المستقلة للانتخابات ساعدت في نجاح العملية الانتخابية وليس الشخص. نعم. تمام. نرجع إليك يا دهب. أهلا وسهلا رندا، ونرجع لهبة هبوشة اللي قاعدة مثل المنقوشة. هيدا غزل، غزل شو هنا؟ هيدا غزل منقوشي جوعان. هبة، لو نقول انقطع الانترنت عن العالم، شو بيصير بنشطاء التواصل الاجتماعي اللي كل شغلهم على السوشيال ميديا؟ لا سمح الله يصير، لا سمح الله. لا شك انه كثير اشغال بتتاثر وبتوقف، يعني احنا انا ممكن احكي من الوضع بلبنان مثلا. في كثير ناس بلوجرز تيك توكرز تركوا البلد وانتقلوا لبلدين تانية من وراء هيدا الشيء، يعني وقت اللي صار فيه مشاكل كهرباء انترنت، فكتير بيأثر أكيد على كتير أشغال. عن جد يعني اضطروا يغيروا مكان حياتهم كلها عشان السوشيال ميديا، لأنه في ناس هيدا صار شغله صح، وعم بيقدروا يحصلوا مصاري منه ولا كله محصور؟ لا لا، في ناس عم تحصل منه. شكرا لك هبة، وبنطلع فاصل وبنرجع لكم مع رندا وضيوفنا الحلوين.
الثالث. خلينا نشوف الضيف الثالث. رياضي محترف، وطبعا بدنا نقول أهلا وسهلا به الكابتن محمود عبدين. أهلا وسهلا، يا أهلا، نورتنا. نورك كابتن كرة السلة محمود عبدين، احنا بنعتبرك من أهل البيت محمود. الله يسعدك. زميلتنا وحبيبتنا ليلى السيد كمان بوجه لها تحية، زوجتك الحبيبة الغالية. أهلا وسهلا فيك. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا، أهلا بك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أهلا، تفضل. أني حل اللي مش مصارع. هلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك رندا. كيف الأمور؟ طمنا عنك. الحمد لله تمام، أنت طمنا. إحنا دائما بنشوف الشباب الأغلب يتجه إلى كرة القدم، ويمكن كنا عم نسأل بشوي الدكتور بحب كرة القدم. سبب اختيارك لكرة السلة مش كرة القدم؟ صراحة أنا كان اختياري بالبدايات كرة قدم، بس العيلة كان عندها رأي آخر، أبوي وجدي وهاد حكوا لي إنه لا بدنا إياك تلعب كرة سلة. لأنك طويل؟ لا، هم عشان كان ابن خالتي الكبير بلعب سلة بالنادي الأرثوذكسي، وكان من جيلي، فإنه روح العب معه. كان الموضوع أولي فتسلاي، لا الأصغر من إياد اسمه أنس. أوكي. فروحت لعبت معه، وكان إياد أصلاً بالنادي الأرثوذكسي وعامل إنجازات. فكان أوريدي العيلة يعني ماشي بخطى السلة. فطلبوا مني أن أروح ألعب سلة جرب، ومش الموضوع. طيب شو رأيك بالتطور اللي صار بالرياضة بشكل عام والتطور بكرة السلة بشكل خاص؟ صراحة عم بصير تطور كتير كبير بالرياضة الأردنية كاملة، خصوصا يعني قدم، سلة، تايكواندو، كاراتيه، كلنا عم نشوف إنجازات عم يعني الشعب الأردني فعليا فخور فيها. اللجنة الأولمبية لها دور كبير، سمو الأمير فيصل واضح قديش يعني مهتم في الموضوع، وهلأ صار عندنا برضو الرياضة الإلكترونية يعني زي ما شفتي عم كثير عم تكبر. فبتوقع أنه الأردن صارت شاملة لجميع الرياضات، وبتوقع في المستقبل الأردن راح تكون يعني منافسة في جميع البطولات في مستوى آسيا والعالم إن شاء الله. طب قبول الناس وتقبلهم للباسكتبول وكرة السلة، هل عم بيجوا بيحضروا، عم بتابعوا؟ هلأ عم بيكون في إقبال، بس أحكي لك يعني هلأ هو الشعب يعني نوعا ما بيروح للترند أكتر، للقدم أكثر. السلة لما وصلنا كأس عالم كانت ترند، فكانوا الصغار يضلوا حابين يلعبوا سلة. والله أيامي أنا إحنا كنا كل نهارنا نروح نحضر مباراة كرة سلة. هي أنا بحكي لك هلأ اللي صار بكأس آسيا بالقدم، الأطفال يعني حتى أولاد أخوي الصغار عم بيحكوا لا إحنا بدنا نروح نلعب قدم. هلأ السلة بتوصل كأس عالم كان مرة، يعني هي وين في إنجاز أردني، وين الإعلام متسلط، بتلاقي الجيل الجديد عم بيروح عليه. طيب اسمحي لي ست رندم سؤال. أكيد حقيقة أنا لفتني أول شيء، يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. واتفق معك أن الرياضة الأردنية بلشت، لكن عندي سؤال حقيقة راح أعرف إجابته وحابة أسمعك. طبعاً. ما مرت فترة على السلة الأردنية كانت أحسن من هلا بكثير؟ صحيح. السابق؟ مرت فترة. هلا أنا بحكي لك ممكن هلا الكل بعرف في خلافات بين الاتحاد والأندية، هاي هي يمكن السبب الأكبر. الأكبر. عشان هيك هي لا يعني لو ترجع بالزمن لا كانت أحسن. هي يمكن السنوات اللي كنت عم بحكي فيها قبل شوي اللي هي يمكن بأوائل الألفينات تقريبا. هي بأوائل هي أنا بحكي لك ضلت. وإحنا مرت السلة لبنان. بتتذكروا بتذكر ايامها كان توني بارود ويعلق على المباريات. انا بحكي لك الاردن ولبنان احنا يعني دائما لبنان متقدمه في السله هي لعبتها الاولى، كيف احنا عندنا القدم هي السله. احنا ولبنان يعني زي ما تحكي دائما منافسه بناتنا حلوه، احنا اصحاب واخوان وهذا، بس لما تشوفنا في الملعب نلعب ضد بعض تستغرب انه كيف هدول اصحاب برا الملعب، لانه بالاخر دائما المنافسه بيننا وبينهم مين بده ياخذ مقعد كاس العالم في اسيا، مين بده يفوز بطوله اسيا. ودائما احنا بكل البطولات، بطوله عربيه، بطوله اسيا، غرب اسيا، دائما موجودين، فالمنافسه بيناتنا عاليه، بس الصحبه بيناتنا كثير عاليه يعني. رياضه، روح رياضيه، رياضه، وعلاقتنا فيهم جدا قويه يعني زي الاخوان. احنا دكتور يمكن كنا عم نحكي بالفاصل انا ولورنس بنقول ما شاء الله ضعفان. بتلعب رياضه؟ اي نوع رياضه ولا ماكسيموم زهر او الزهر؟ رياضه للاصابع. والله لا مش بس للمخ، حرك المخ. لا لا انا بدير بالي بالاكل بس، مش رياضه. هبه تلعب اي نوع رياضه؟ جيم، بس مقصره شوي اخر فتره. طب اكل ومطاعم ولازم الجيم.
طب كيف بتحافظي على صحتك وعلى اللياقه البدنيه مع الاكل والمطاعم وما شاء الله الجيم واليوم اللي بخبص فيه برجع كثير بنتبه ثاني يوم يعني هيك هي احد الاساليب نفسي هاي هذا الاسلوب احد الاساليب اذا فتح العداد فتح محمود خلينا نحكي شوي عن الدورات التدريبيه اللي بتعملها لكره السله قديش مهمه وكيف الاقبال عليها والاكاديميه كيف عم بتكون هلا الحمد لله الاقبال عم بيكون ممتاز هي يعني انا زي هي مش بس فقط اكاديميه هي عباره عن تطوير مهارات اللاعبين الفرديه واستقطاب لاعبين جداد يعني انا ما عم بدرب لعيبه برا النادي الاهلي انه باخذ لعيبه بدربهم هم اكثر انه لعيبه مش متواجدين في الانديه وحابين يدخلوا الانديه او حابين يطوروا من نفسهم عشان يوصلوا مرحله منتخب فهي يعني التركيز عليها اكثر من انه زي كانها اكاديميه عاديه طب انا رح ارجع اسال السؤال اللي ساله الدكتور خالد هل بتحس انه ممكن كره القدم ترجع للمحل اللي كانت فيه عن السنوات اللي كنا عم نحكي فيها قبل اللي كانت بمرحله متقدمه اكثر كره السله صح كره السله سوري كره راسنا كره القدم عشان بكره المباراه اكيد الكل صراحه متحمس للمباراه ممكن ترجع السله الاردنيه دائما بخير هذا شيء حلو يعني صار في مشاكل بالزمانات والسلة زي ما تحكي صار فيها مشاكل رجعت نزلت فالسلة دائما بخير وأنا دائما بحكيها الشعب الأردني كثير موهوب بكرة السلة صح العافية بأكد أهلا وسهلا هلا فيك ما عليك في لك دكتور تفضل خط كبير ولا صغير كبير أنا بقرأ لك عادي بس هذا السؤال بينك سر إيه ما هو سر هو سر أصلاً لا تقرأ بصوت عالي إذا ما بدك تجاوب عنه وبتقدر ما بدك تجاوب عنه لا بجاوب إيش السؤال بدك تحكي السؤال لماذا أعزب لليوم شو الجواب الجواب أخذتني الحياة أخذتك الحياة تندم شوفي في مثل صيني بجاوب هاي الشغلة شو بيقول الزواج قلعة اللي برا حاب يدخل واللي جوا حاب يطلع أنا ما دخلت حتى أعرف وما دخلت حتى أطلع كمان يعني شو رأيك بالموضوع محمود انت اب عندك طفلين صح صحيح ولد وبنت وقديش ايش قديش بتحس الزواج مهم صراحه لا انا يعني مع الزواج يعني انا شايفه شيء اساسي في الحياه تتوقعي تقولي زوجته اعلاميه جاوب غيري اكيد طبعا لا بس يعني بدنا نجرب هبه شو انا مع الشخص المناسب يعني انت مش متزوجه كمان يعني خلي العسل نحن بنقول خلي العسل بجراره لا تجي اسعاره طب انا بدي اسالك سؤال رحتي على عراق الامير لا شفتي وانت مش لا ما في تو ليست طويله الاردن كبير ما احنا جاي علينا دور كبير هلا بنشوف عراق الامير مع زميلتنا ايمان العامر والزيارة إلي بكتشف قديه إحنا بألف خير ونعمة على جمال وسحر بلدنا والحمد لله اللي جعل الأردن بلد كاملة الأوصاف بس زي ما بقولوا الحكي مش مثل الشوف الصيف بدأ وعطلات المدارس بلشت والموضوع كله فركة كعب ولا بتلاقي حالك بأحلى المناطق وين ما كنت بالأردن كل شيء موجود ماء وخضرة ووجوهكم الحسنة يا هلا ومرحبا إحنا اليوم بمنطقة البحار وادي الشتا يوم العطلة أو يوم الجمعة خذ العيلة بالسيارة مسافة ثلث ساعة تقريبا للغرب من عمان باتجاه البحاث بين مرج الحمام وعراق الأمير مكان مخصص للعائلات والأطفال بتسلوا وبيلعبوا وبقدروا يسبحوا براحتهم وطبعا كل شيء متوفر من خدمات سياحية وخدمات عامة مختلفة
مرتبط اسم البحار بنبع البحار، ولا في عيون ماء بتغذي هذا النبع؟ هاي عيون المياه عذبة وصوت شلالات المي بترد الروح، والبحار منطقة شبه غورية، يعني بالصيف معتدل الجو وبالشتاء دافي، والمنطقة بيكتر فيها مزارع الزيتون والرمان والعنب والتين. ومع زيادة الاهتمام بمنطقة البحار صار عيون الاستثمار السياحي تتجه إليها، وبنلاقي استراحات بتلبي كافة احتياجات العائلات، وهذا الفضل للحكومة اللي بتفتح المجال لمزيد من التسهيلات من زيادة التنوع السياحي والخيرات السياحية أمام المواطنين والسياح العرب والأجانب. من البحار جمال خضرتها وعذوبة ينابيعها، بدعو العائلات من كل المدن الأردنية بضرورة زيارتها، لأنه بلدنا فيها كل إشي بدنا إياه، وهذا المكان بالتحديد فيه الهدوء والأجواء اللي بتشيل التعب والإرهاق ساعات طويلة من الشغل، والله يريح بالكم ويجعل السعادة بقلوب الجميع. كنت معكم إيمان العمر في جولة في وادي الشتاء بمنطقة البحار، ونشوفكم بحلقة جديدة. مية بالمية. وبعدين من صراحة بدي أشكر زميلتنا إيمان العمر. شو رأيك بعراق الأمير؟ كتير حلوة، كتير حلوة المنطقة. أنا ما كنت عارفة إنه بعد فيه هلأ خضار وربيع وهيك، لا لأنه أغلب المناطق بطل حشو. هي حسب المنطقة اللي بدك تروحي عليها. هبة، إحنا سعيدين جداً بوجودك معنا اليوم وبالأردن، وأنا بدي أشكرك شخصياً على الترويج الجميل اللي عم تعمليه للأردن، وهلأ إحنا رح نعطيكي أكيد لستة كاملة للمحلات اللي لازم تشوفيها. إحنا كأردنية لسه ما لفينا وما شفنا كل التفاصيل الحلوة، مش هيك؟ صح؟ شكراً. وأنا أكثر بدي هيك كلمة منك لكل عم بيتابعونا اليوم بليالينا. أول شيء شكراً كثير على هالجمعة الحلوة، والأردن عن جد بلد كثير حلو، ومثل ما قلت في كثير مناطق أنا حتى بعد ما رحت عليها في تو دو ليست طويلة، فانتروني وأكيد إن شاء الله حضوي على مناطق يمكن كأردنيين حتى وأماكن ما بتعرفوها، ولنفرجي الأردنيين والغير أردنيين جمال هذا البلد. شكراً كثير لك يا هبة. ومحمود، إحنا جداً سعيدين بوجودك معنا، ويمكن من شهر رمضان كنا حابين نستضيفك وتكون موجود معنا. هيك بدي رسالة لك لكل الشباب اللي عم بتابعونا اليوم بالرياضة، للي بيلعبوا رياضة وللي ما بيلعبوا رياضة. طول عمري أنا رسالتي بتكون بحكي إنه الرياضة الرسالة، وكمان دائما رسالتي بتكون الرياضية. بتوقع هاي المرة بعد أحداث غزة الرياض رسالتي راح تكون كثير غير، راح تكون أكثر للشباب إنه إحنا عشنا في طول عمرنا في أوهام إنه عالم إحنا ديمقراطي وفي حقوق إنسان، حقوق حيوان، حقوق مرأة، وهذا الحكي خلانا شوي نبعد عن انتمائنا للبلد. فبعد اللي بصير أنا بحكي لا، إن الواحد لازم يعني للشباب الصغار خصوصا إنه ما تتبعوا كتير السوشيال ميديا الحكي الوهمي، اتبع بلدك، اتبع قيادتك، حب بلدك أكتر، اعرف إنه ما في إيش اسمه حقوق أكتر من بلدك، وما في حدا راح يعطيك حقك أكتر من بلدك. رسالة كتير مهمة محمود، شكرا لإلك. معليك سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، وإحنا يمكن بلشنا الحلقة وحكينا إحنا الآن مقبلين على استحقاق ديمقراطي، وبإذن الله بعد 3 أشهر تقريبا. بدي رسالة منك للشباب وكل المقبلين على الانتخابات، المشاركين والناخبين. أول شيء ما نلغي إذننا للإشاعة. تنين، القانون حفظ للجميع حقهم، يعني إذا عندك شك في أي شيء تستطيع أن تتظلم أو أن تشتكي، لكن أهم من هذا وذاك أنا بقول للخاصة فئة الشباب، إذا مش معجبك مجلس النواب أجل إنك ما اشتركتش، يا إما تترشح ضده إذا مش معجبك، أو بتوصل بتحط ورقة بيضة، هذه تقرأ. مجرد أنك تصل لمكان وتعدي المسؤولين شافوا في عندي 500,000 ورقة بيضة، معناته في 500,000 مش معجبهم، تحدث التغيير. لكن إذا ظليت قاعد في البيت بعد بسمعك ما بحق لك أنك تحكي، ما بتنعد، ما بحكي هاي الجملة، ما بحق لك تحكي أو تشكي ما بتنعد. أنا بدي أشكرك كل الشكر لوجودك معنا. هبة نورتينا بالأردن. محمود كل الشكر لإلك، نورتونا ونورتوا ليالينا عبر شاشة التلفزيون الأردني. يتجدد لقائنا معكم الأسبوع المقبل. دمتم بألف خير وتصبحوا على